كلوب كمان الاهلي قضية. ظهر بشكل كويس جدا، بس للاسف يمكن ضيع فرص كتير. وعايز همسك الجزئيه ديت ما بين جونيور اجاييل اللي تالق وولتر بواليا، بس خلينا نتكلم عن المباراه من مباريات القمه. احنا قلنا يمكن في الانترو دي من المباريات اللي بتحسم دوريات ياما يعني، بس النهارده الاسماعيلي في المركز ال 16، بس يبقى الاسماعيلي قطب من اقطاب الكره المصريه وبيمتلك النهارده امكانيات، والنهارده بيدعم صفوفه. يمكن في الشهر اللي فات ندعم اكتر من لاعب، عندهم حسين السيد، محمد حسن، بالظبط، ويوفيتش كمان، يوفيتش من البوسنه. فالنهارده واللعب كمان امام الاهلي كمان مختلف، يعني اللعب بيختلف امام نادي زي نادي الاهلي. قول لي المواجهه دي ممكن يكون شكلها عامل ازاي؟ هو طبعا النادي الاسماعيلي النادي اللي احنا كلنا بنحبه، يعني البرازيل الكره المصريه، واحنا العلاقه اللي بيننا وبين النادي الاسماعيلي الحمد لله علاقه جميله جدا من ناحيه الاداره، من ناحيه اللعيبه. النادي الاسماعيلي طبعا بظروفه الاداريه، الظروف الاداريه اللي بتتحط الصح بتاثر بشكل كبير جدا على الجانب الفني. ظروف اداريه، يعني الظروف الاداريه تغيير المدربين بالظبط اللي مروا بيها مع تغيير المدربين اثر بشكل كبير جدا على اداء نادي الاسماعيلي. حتى كمان استقطابهم للعيبه، يعني هم يمكن جابوا مروان الصحراوي من تونس اللي هو قلب الدفاع، ونجيب فخر الدين وفخر الدين بن يوسف اللي هو لعيب المهاجم التونسي، لكن برضك ما جابوش لعيبه على اعلى مستوى تقدر تساند نادي الاسماعيلي في خلال المرحله اللي بيمر بها المرحله الصعبه. لكن هم بقى لهم مباراتين ثلاثه يعني تحس بنادي الاسماعيلي فعلا، حتى قدام نادي الزمالك قدموا مباراه على المستوى الفني، قدموا مباراه اكتر من رائعه، كانت من افضل مبارياتهم. وزي ما حضرتك بتتكلم دايما مباراه نادي الاسماعيلي والاهلي ليها طابع خاص. بالظبط. ايه بقى اللي المفروض يتعمل في هذه المباراه يا كابتن؟ يعني ايه اللي يعني حضرتك كده وانت بتتفرج ان شاء الله يوم الاربعاء قبل الماتش تقول والله انا نفسي اشوف النادي الاهلي في 1 2 3؟ بص هاني، اولا طبعا احنا لازم المباراه دي بالنسبه لنا عوده المباراه المؤجله، يعني احنا دلوقتي في ملف الدوري، صحيح، فيهمنا رقم واحد ان احنا نشتغل عليها 3 نقاط عشان نبدا نقرب من للمكانه بتاعتنا بتاعت الصداره. صحيح. الرقم 2 انا عايز نفس الاداء اللي كان موجود عليه في طلائع الجيش وفيتا كلوب، بنفس الروح وبنفس الاداء اللي احنا اديناه في المباراتين دول، خصوصا في التلت الهجومي. يعني سيبك من ضياع الفرص الكتيره اللي جات لنا، لكن في الاخر انت بتسدد، يعني انت افضل ان انا يجي لي فرص واضيع وبعدين اسدد، ولا ما يجيليش فرص وافضل؟ هو الطبيعي كابتن انك تخلق فرص، ده المهم انك تخلق فرص، لكن كمان الاهم الفرص اللي تخلقها ديت تهدف منها، دي جزئيه كمان الاهم يعني. طبعا. فالنقطه الثانيه انا عايز نفس الروح والاداء اللي احنا نهينا بيه مباراه طلع الجيش وفيتا كلوب. والحاجه الثالثه ان احنا محتاجين دم جديد بقى، يعني التدوير اللي بيتكلم عليه مستر موسيماني، يعني احنا محتاجين عناصر تخش وتبدا تعمل دوافع جديده للفرقه بروح جديده. زي مين؟ زي عمرك اول السؤال، زي مين؟ يعني زي شريف، يعني محمد شريف. زي شريف. واصبر عليه بقى. يعني انت هاني في الحته اللي قدام النادي بالذات محتاج راس حربه، وشريف كان بدا في البدايه يعني بشكل كبير جدا ولفت لفت الانظار. فانا هدي شريف من البدايه واصبر عليه بقى مباراه واثنين وثلاثه. وعايز اقول لك حاجه، لما ربنا يكرمني وبقدر احط ايدي على المكسب، من عندي من الوقت ان انا اقدر ادور الناس اللي على الدكه. يعني النهارده انا اطمنت ان شريف الحمد لله لعب مثلا شوط ونص، والحمد لله والنتيجه ايجابيه بالنسبه للنادي الاهلي، جايبين هدفين مثلا او جايبين 3 اهداف. المانع اللي قد بوايلا مثلا الربع ساعه الاخيره، ومش هينزل تحت ضغوط كبيره. بالظبط. يعني دايما هساعده. يبقى في مكسب طبعا والفرقه ماشيه، حتى طبعًا لو هو قاعد على الدكه هينزل الضغوط تبقى اقل عليه شويه. بالظبط. يعني دي برضك من ضمن الحاجات اللي احنا هندور لعبتنا فيها، في حاله الطمانينه، في حاله المكسب، في نفس الوقت كلهم بياخدوا ثقه. لكن طبعا انت مدرب كبير وعارف لازم يبقى في ثبات في التشكيل، مهم جدا. احنا اللي محيرانا الحته القدامانيه دي، لكن احنا عندنا ثبات في حراسه المرمى وخط الظهر ونص الملعب. صحيح. يعني وانا اتمنى ان يانج يبقى موجود بردك من البدايه. وبعدين الحته القدامانيه دي عايزين نثبت فيها الناس. يعني لو انت بدات مثلا بطاهر ناحيه اليمين، اجايي ناحيه الشمال، قفشه، وبعدين شريف، نثبت بقى.
نثبت الناس ديت عشان نقدر كمان يتأقلموا على بعض بشكل كبير. خذ الحته اللي قدامنا دي يا هاني بتبقى اصعب من الخط اللي تحتيها. الخط اللي تحت نص الملعب بيقطع عشان يسلم، مدافعين بيشتت في وقت التشتيت، بيبدا الهجمه، لكن الحته اللي قدامنا دي فيها كل الشغل.